السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أعزائي الطلاب في مدرسة الرسالة الخاصة، مع تحيات قسم اللغة الإنجليزية الصف الرابع الابتدائي. النهاردة إن شاء الله هنكمل يونيت 4 lessons 3 and 4، يعني الدرس الثالث والرابع، ونبدأ برضو درسين بالكلمات. أول كلمة اسمها chin، chin، ch تتنطق تش تش، chin يعني الدقن، الدقن دي. cheese جبنة، chop مقطع، chase chase يطارد، chicken chicken دجاجة، lunch lunch غداء، cheat معناها يغش، شيت معناه يغش. يبقى كل الكلام اللي احنا قلناه هنا فيه حرفين اسمهم تش تش، سي اتش تش. نكمل، مارتش يعني شهر مارس، بيتش بيتش يعني خوخ، خوخة، بيتش بيتش يعني شاطئ. خد بالك الفرق ما بين البي والبي، هنا بيتش يعني خوخة وهنا بيتش يعني شاطئ. الكلمة اللي بعدها كاتش يمسك أو يلحق، ب ويتش ويتش معناها ساحرة، watch watch هنا معناها ساعة يد، kitchen kitchen يعني مطبخ. يبقى الشريحتين دول كلهم مليانين كلمات بـ CH وبيتنطوا ch ch. ندخل على اللي بعده، وهنا هننطق S H هننطقهم ش ش. خلاص التانية كانت تش تش كأنك بتش حاجة، لكن ال S H بتتنطق ش كأنها حرف شين، شين شين معناها قصبة الرجل. طب الكلمة اللي بعديها اسمها ايه؟ شيت، اسمها ايه؟ شيت يعني ورقة أو ملاية، ملاية السرير اسمها شيت برضو. شوب، شوب معناها محل. شيل، شيل معناها محار، محار اللي هو بيبقى في قاع البحار. شور يعني شاطئ. شيرت يعني قميص. دش يعني طبق. ووش يغسل. كاش يعني نقدي، تدفع فلوس نقدي. ليش، ليش، ليش يعني لجام، لجام الحصان مثلا زي ده كده اللي في الصورة. طب واللي بعده فيش، طبعا كلنا عارفينها. آخر كلمة لاش يعني
أرباج اللي بتضرب بيه اللي هو الحصان أو الحيوانات، وله كلمة تانية اسمها صوت. خلاص، الصوت اللي بيتضرب بيه الحيوانات. والنهاردة هنتكلم عن وده السؤال، بكيف في زمن المضارع البسيط. يعني ايه كيف؟ يعني هاو. تمام، طبعا هعرفك دلوقتي تكوينة السؤال بتاعت هاو اللي علينا في الدرس. هاو بيجي بعديها حاجة من الاتنين، يا إما دو يا إما داز. تمام، ولو انتوا فاكرين الدو كان بيجي معاها ايه الفاعل انهو؟ شطار، اي وي يو وزي واي حاجة جمع تيجي مع الدو، ممتازين. طب والداز بيجي بعدها ايه؟ بيجي بعدها هي وشي وات واي شيء مفرد، سينجلر ناون، يعني اسم مفرد. تمام كده، وبعد ما يجي الفاعل يجي الانفينيتيف. يعني ايه الانفينيتيف؟ اي ان اف دي اختصار، انفينيتيف يعني الفعل في المصدر، يعني بدون اي اضافات. وما تنساش الكويشن مارك، علامه الاستفهام. تمام كده، نقولهم تاني، هاو هيجي بعديها دو او داز على حسب بقى الفعل اللي بعده. لو كان فاعل من دول اختار دو، لو كان فاعل من المفرد دول هتختار داز. خلاص كده، وبعد ده او ده بيجي الانفينيتيف. خلاص، طيب يلا ناخد كده examples. number one، السؤال بيقول لك how do you go to work، how do you go to work، كيف أنت تذهب إلى العمل. خلاص كده، لقيت رسمني سيارة كده، يبقى أنا أذهب إلى العمل بالسيارة. خلاص كده، تمام. شوف كده أنا هعمل إيه، اليو هتتحول إلى آي، وهنزل الكلام اللي بعده go to work أهو، I go to work. والإجابة إيه بقى؟ إجابة هاو كيف؟ إجابتها باي وسيلة المواصلات، by car، I go to work by car. يبقى أنا أذهب إلى العمل بواسطة السيارة. يبقى how أداة الاستفهام، خلاص إجابتها by، ويجي بعد by كل وسائل المواصلات، أي حاجة في وسائل المواصلات بتيجي بعد by. خلاص تمام، نقول لك تاني، اليو تحولت لآي، و go to work كتبت زي ما هي، وبعد كده رحنا كاتبين by car بواسطة السيارة. طب واحد عايز يكتب إجابة مختصرة، تمام، ما هتتحسب له برضو صح، راح جايب لك السؤال ده how do you go to work، كيف تذهب إلى العمل، وراح رسم لك السيارة دي أو جايب لك صورة سيارة أو صورة أي حاجة. كل حكاية تكتب باي واسم الحاجة اللي هو كاتب لك إيه، جايبها لك في الصورة، باي كار لو كان جايب لك سيارة زي كده، باي تاكسي لو كان جايب لك تاكسي، باي بس بواسطة الباص، باي بلين بواسطة الطائرة. خلاص تمام، ناخد نمبر 2. زي ما انا قلت لك باي بيجي بعدها كل ايه وسائل المواصلات التانية. نمبر 2، نمبر 2، how do they go to the park، كيف هم يذهبوا الى المنتزه، زي ما عملنا في السؤال اللي فات. الفاعل اللي هو they هيجي في الاول وبعد كده نكمل الكلام اهو، they go to the park، كل الكلام ده ها on foot على القدم. يبقى انت كده تاخدها معلومة، كل وسائل المواصلات تاخد باي ما عدا foot اللي هي القدم تاخد on. خلاص، ما هو مفيش حد هيركب رجلي يعني،
خلاص كده، يبقى بتاخد on foot يعني على القدم. تمام. ناخد سؤال ثالث، how does Mona go to school؟ كيف تذهب منى إلى المدرسة؟ واحد يقول لي انت جبت does ليه؟ اقول لك علشان منى مفرد، منى بيجي قبلها does. طيب واحد يقول لي تاني ايه، طب ما منى مفرد المفروض الفعل ده يكون فيه es goes، اقول لك لا ده جه في المصدر. ليه؟ لان القاعدة انا قايلها لك كده في الشريحة اللي فاتت اللي قبلها. خلاص. ليه بقى جه في المصدر infinitive؟ لان سبقه الدز، سبق ايه؟ سبق الفعل ده دز. خلاص، فاكل منه الحرفين الزيادة اللي هو الاي والاس، علشان كده الفعل ده جو جه في المصدر. How does Mona go to school؟ كيف تذهب منى الى المدرسة؟ نشوف بقى الصورة هتقول ايه. اهو ايه ده، باي باص، بالباص، باي باص. اهو هيروح معوض منى، يا اما ينزل منى هنا يا اما يقول مكانها ايه، هي ولا شي. ممتاز، شي اهو، شي ونزل جو وراح حاطط لها الاي اس اللي الدز خدتهم منها، يبقى شي جوز تو سكول باي باص، هي تذهب إلى المدرسة بواسطة الأتوبيس أو الباص. خلاص كده. نعيد تاني، واحد هيقول لي كلمة جوز دي جت منين؟ هقول لك هي أصلها جو، جي أو اللي هي فوق نزلتهم. طيب وده مفرد، شي مفرد، فالمفروض الفعل اللي بعده زمن المضارع بيجي فيه اي اس، ده منتهي او. خلاص، وال اي اس دي دز فوق كانت واكلاهم، عشان كده دي كانت ايه في المصدر، لكن هنا بقى ما فيش دز قبلها، فقالت لك ايه امشي براحتي بقى، اجيب الاي اس اصحابي معايا طالما الدز مش موجوده. خلاص. طيب الاجابه المختصره باي بس. طيب نمبر 4، how does he go to school؟ كيف هو يذهب إلى المدرسة؟ نشوف الصورة. أيوة أهو، يبقى الإجابة المختصرة ممكن تكتب باي تاكسي، بالتاكسي. طب عايز تكتب إجابة كاملة، هتنزل هي في البداية والجو تنزل بعدها، وتحط للجو الإي إس اللي الداس فوق خدتهم منها في السؤال، وتكمل الإجابة تو سكول وباي تاكسي. شوف كده أهو، he goes to school by taxi. خلاص تمام. أعيد تاني، الجو هنا حطينا لها الاي اس اللي الداس خدتهم منها فوق، هتقول لي خدتهم هنا تحت ليه؟ علشان ما جاش قبليها داس. خلاص، فنغاب القط العب يا فار زي ما بيقولوا، علشان كده الجو حطت اي اس للفعل معاها. طيب he goes to school by taxi يعني هو يذهب إلى المدرسة بالتاكسي. طيب احنا قلنا طبعا كل وسائل المواصلات تاخد حرف الجر باي، تمام، ما عدا الفوت، القدم ياخد اون. طيب هو انت شايف هنا في فاصل ما بين باي ووسيلة المواصلة؟ لا، علشان كده كلهم بياخدوا باي. طب لو فيه فاصل بقى، تعال نشوف ايه اللي هيحصل. بيقول لك في بعض الوسائل المواصلات لو جه فاصل قبل وسيلة المواصلة حط له ايه، on، زي on a train او on my bike، ده فاصل اهو اداة نكرة، وده فاصل اهو ضمير ملكية، وفي اداة تعريف زي ذا، يقول لك ايه on the bike، على الدراجة كده. خلاص. طيب في بقى تاكسي وكار، الاتنين دول لو جه فاصل قبلهم ياخدوا ان، ياخدوا ايه، ياخدوا ان، زي ان ا تاكسي وان ماي كار، او ان ا كار. خلاص، او ان ذا كار. المهم التاكسي والكار لو جه فاصل قبلهم ياخد ان، اي وسيله تانيه جه فاصل قبلهم ياخد ان، مفيش فواصل خالص ما بين حرف الجر وما بين وسيلة المواصلة يبقى ياخد باي. خلاص.
دي معلومة ليك، لكن اللي مطلوب منك في الدرس ان انت تعرف ان وسائل المواصلات بتاخد باي والفوت بياخد ان. خلاص كده ممتاز. ودلوقتي ندخل على exercise. choose the correct answer، يعني اختار الإجابة الصحيحة. number one، فراغ go to school by bus. تعال كده نشوف الجو، فعل جو هياخد ايه؟ هياخد هي ولا شي ولا ات ولا اي؟ فكر كده. احسنتم، هياخد اي. ممتاز. ليه بقى؟ ليه هياخد الاي؟ علشان الاي والوي والزي واليو والحاجات الجمع يعني معاهم ضمير المتكلم اي، الفعل اللي بعدهم ما بيجيش فيه اضافه، ما بيجيش فيه اضافه اللي هو بتاع الاس والاي اس. طيب ليه بقى؟ لان انا لو اخترت الهي والشي والات اي حاجه من الثلاثه دول، الفعل اللي بعدهم بيضاف له اضافه، يبقى الاجابه بتاعتنا اي. number two، how do you to work، كيف، عايز يقول له يعني كيف تذهب الى الwork العمل. طيب هتختار ايه؟ go went goes going. going اصلا غلط و goes غلط went غلط. تقول لي ليه اخترنا go؟ هقول لك علشان هي فعل في المصدر infinitive. ارجع للقاعدة اللي في الشريحة اللي لوحدها في البداية وانت تعرف هي دي في المصدر اهو، فعل في الاساس اهو، تمام. هتقول لي ليه؟ هقول لك علشان سبق الدو، وفي نفس الوقت اليو اصلا بياخد بعديه الفعل بدون اضافات، يبقى الاجابة go. how do you go to work، كيف انت تذهب الى العمل. number three، yes she بعد الشيء هياخد ايه؟ دو ولا داز ولا هاف ولا ار؟ ولا ده غلط، ار غلط وهاف غلط، يبقى يا دو يا داز زمن المضارع البسيط. طيب هي الشيء مفرد ولا جمع؟ مفرد. هي هتاخد ايه؟ احسنتو داز، تاخد ايه؟ الداز. نمبر فور، هاف هي جو تو ورك. الهي هياخد ايه؟ هياخد الدو ولا هاف ولا از ولا داز؟ طبعا احذف الاز واحذف الايه الهاف. هتقولي ليه حذفت دي ودي؟ مش تبعي اصلا، انا هنا في زمن الايه البريزنت سمبل يعني المضارع البسيط، وعندك فعل اهو في المصدر. طب طالما جه فعل في المصدر يبقى لازم يسبقه عفوا، لازم يسبقه يا دو يا داز. طيب هي الهي يعني هو مفرد ولا جمع؟ مفرد. هتاخد الدو ولا الدز؟ هي تبقى تاخد الدز. احسنتم. تعال بقى للسؤال ده، جايب لك سؤال زي كده، is it a bus، راح جايب لك صورة ايه؟ سيارة. is it a bus، هل هذه هل هذا بس اتوبيس؟ هتقول له يس ولا نو؟ الاز لما بتيجي في الاول يبقى معناها هل، يبقى الاجابه يس او نو، يس او نو، وتعمل مقص بعدها، تمام. يبقى الاجابه نو وبعديها كومه، وبعد كده الات نزلت هنا والاز نزلت وزودت لها نوت علشان في نو. نو ات ازنت، لا دي مش باص. نمبر 2، دو يو جو تو ورك باي باص، هل أنت تذهب إلى العمل باي باص، بالباص؟ ده باص جايب لك صورة تاكسي. دو معناها هل، يبقى نعم أو لا، يس أو نو. هنا طبعا نقول إيه؟ نو. وأي يس ونو يا جماعة بنعمل بعدها كومة وبعد الكومة المقص، يعني نعكس. طيب شوف كده، نو وكومة، اليو اتحولت لآي والدو نزلت وزودنا نوت علشان في نو، يبقى نو اي دونت، لا. خلاص، هل انت تذهب للعمل باي باص؟ نو اي دونت، لا انا مش بذهب للعمل بالباص. خلاص. نمبر 3، وات كان يو سي، وات ما او ماذا، ماذا تستطيع ان ترى.
خلاص. What can you see؟ تعالى كده نشوف انت شايف ايه؟ شايف ايه؟ Excellent، طائرة. طبعا انت خدت طائرة في الكلمات اللي فاتت. اليو هتتحول الى اي، والكان تنزل وسي تنزل، يبقى اي كان سي، واسم ايه؟ الصورة. اي كان سي بلين او اي كان سي ايروبلين. خلاص الاسهل ليك اكتبها اي كان سي ايروبلين او بلين، يعني انا استطيع ان ارى طائرة. خلاص كده دي الاجابة الكاملة. نمبر 4، هاو داز هي جو تو سكول، كيف هو يذهب الى السكول، المدرسة. وجايب لك صورة الدراجة العجلة، هيروح قايل له ايه؟ يا اما هيقول له باي بايسكل، باي بايسكل، او باي بايك. دي الاجابة المختصرة. طيب والاجابة الكاملة، هي هتنزل والكلام اللي بعدها هينزل جو، ونحط لها الاي اس اللي الداس خدتهم منها فوق. هي جوز تو سكول اهو باي بايك بالدراجة. طب واحد كتب باي بايك، صح، إجابة صحيحة ولكن مختصرة، باي باي بالدراجة أو باي بايسكل. And finally, thank you for listening and watching.